أول شيء الآن الحمد لله مع تطبيق كود البناء السعودي أصبحت الآن المكاتب إجباري أنها تكون مصنفة سواء من هيئة السعودية الهيئة السعودية للمهندسين أو من الهيئة السعودية للمقاولين. يعني صار في تقنين الآن، صار في نظام، صار في الآن مع الكود مع تطبيق المباني السكنية الآن ممكن أنه الشخص يبني وهو مطمئن أنه في ضمان وفي محاسبة إذا في تقصير وخلافه. لذلك الآن جميع المكاتب الهندسية جميع المقاولين راح يبنوا بأقل الاشتراطات الموفرة للطاقم موفرة للمياه. الآن هيئة مواصفات المقاييس جميع المنتجات اللي لازم استخدمها في المباني لازم تكون ذات ترشيد عالي. فجميع النواحي الآن خلينا نقول إنها في صالح المستهلك صالح الشخص العائلي. الوعي الآن إحنا واجبنا الآن يعني مجتمع سعودي إن إحنا نحاول إن إحنا ندف العجلة بأسرع وتيرة ممكنة علشان نوعي الناس. المكاتب الهندسية الآن واجب الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين تثقيف المكاتب الهندسية والمقاولين تصنيفهم وإعطاهم التصريح اللازمة، لكن عندنا جانب ثاني اللي هو المجتمع، فنحتاج الآن إحنا نشتغل مع بعض مع مختلف القطاعات ذات العلاقة بحيث انه يعني جميع الجهود تتكاتف لنصل اقل شيء يعني السنتين الجايه ان شاء الله مستوى ادنى حد لرفع ممكن الوعي لرفع الوعي فقط. مهم جدا. يعني الان احنا بنتكلم الواحد بيحط مثلا تحويشه العمر كلها في البناء وما يعرف يعني لاي احد ما عنده خبره مثلا في المكاتب الهندسيه بيبحث على افضل شيء دائما بيقول مثلا هذا المكتب هو افضل شيء، لكن بتكون الاسعار خلاص يعني في العالي أعلى شيء. لكن الواحد كيف يقدر يقنن ما بين مثلا أنه هو يبحث على جودة ممتازة ولكن مكتب هندسي أو مكتب مقاولة خليني أقول الأساسيات اللي يبحث عنها؟ فعلا هذه مشكلة أنا أتوقع أن احنا حنواجهها الحين السنتين هذه الجاية بحكم إجباري تطبيق كود البناء السعودي الآن، وحيتم إنهاء المراحل الخمسة في عام 2044 صحيح. لذلك أنا أتوقع أنه حنواجه مشكلة ارتفاع في التكاليف سواء من ناحية التصميم أو من ناحية البناء، لكن أتوقع أنه هذا ممكن أنه يعني نوازنه بحكم الطاقة اللي حنوفرها في تشغيل المبنى طبعا. والسلامة إحنا نغفل عن صحتنا، يعني البيئة اللي إحنا ساكنين فيها الآن كم مرة تروحين المستشفى عشان ألم مفاصل كحة في جهاز التنفسي؟ هذا كله من الأبنية، كله من الأبنية البيئة الداخل اللي إحنا عايشين فيها. ف يعني خلوها اكسرسايز بسيط او تمرين بسيط حطوه في يعني في السنه كم مره رحت المستشفى لاسباب ممكن تكون امنعها اقدر امنعها مثل ايش؟ يعني في تكلمنا عن الاضاءه والتهويه هذا ابسط مثال. لو وجدت التهويه الطبيعيه الصحيحه والاضاءه الطبيعيه الصحيحه ما صار عندنا مشاكل التنفس ومشاكل الربو والحساسيه. علاقه الناس بالضوء او البيئه الخارجيه مهمه جدا. في عندنا مصطلح اسمه سيركيديان ريذم اللي هي مراحل شروق وغروب الشمس، كيف طبيعة الإنسان فيزيولوجية إنسان تتفاعل مع مراحل شروق وغروب الشمس. إذا كان البيت عندي كله بلوك كله مقفل كيف جسمي راح يتفاعل مع هذا الشيء؟ فهذا كله في نهاية يعني جميع هذه المعايير الآن راح نشوفها مطبقة فعلا، لأنه ما راح يتصنف ما راح يروح مكتب هندسي يأخذ ترخيص إلا أنه عارف هذه المصطلحات كلها مطبق لجميع الاشتراطات عارف كيف حيوفر في الطاقة. يعني على سبيل المثال واحدة من الاشتراطات في الأبنية الخضراء أنه يتم توفير الطاقة بمقدر 5%، يعني very simple يعني حاجة بسيطة نقدر نوفر 5% في المياه. على سبيل المثال إجباري في المباني الخضراء أنه يكون لا يقل عن 30%، والآن هيئة مواصفات المقاييس المنتجات اللي موجودة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه موجودة وتقدر توفر حتى فوق 50%.